الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مبينا لنا سبل النجاة والفوز يوم القيامة، يقول عز شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب ونقاء القلب تجاه إخوانك المؤمنين سبب في دخولك الجنة يوم القيامة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب. وجاءت كلمة مخموم القلب من خم البيت، بمعنى كنسه ونظفه. فصاحب هذا القلب يتعاهد قلبه من حين لآخر فيزيل وينظف ما علق عليه من أدران من غل وحقد وحسد، لا يدع مجال لهذه الأدران ولهذه الأمراض أن تسكن في قلبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الاعتناء بسلامة الصدور ونقاء القلوب لمن أهم المهمات وأعظم الغايات في حياة كل مسلم ومسلمة. فالمسلم لا بد أن يتعاهد قلبه من حين لآخر، يفتش عن قلبه، ينظر في حال قلبه، وهو أدرى، وكل واحد فينا أدرى بحال قلبه، ينظر إن كان فيه شيء من غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. فإذا كان فيه شيء من هذه الأدران فليعلم
أنها ستتعبه وأنها ستحول بينه وبين اتصاله مع الله عز وجل. فصاحب القلب اللي في على قلبه شيء من هذه الأضرار فإنه لا يتلذذ بحلاوة العبادة، لا يشعر بحلاوة الصلاة ولا بحلاوة الصيام ولا بحلاوة قراءة القرآن، فيتحجبه عن أن يتلذذ بمثل هذه العبادات. لكن صاحب القلب النقي الطاهر يكون قلبه معلقا بالله، يشعر بطعم وبحلاوة العبادات، بل يكون سعيدا مطمئنا مرتاح البال، لأنه يحب الخير لجميع الناس. تشب قلبه شيء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي رواية حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هذا هو المؤمن الذي يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لماذا يأمرنا الله تعالى بتعاهد قلوبنا؟ لأن القلوب هذه هي محط نظر الله إلينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه القلوب إذا صلحت صلحت الأعمال، وإذا فسدت الأعمال، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فكيف لنا أيها الإخوة، كيف لنا ونحن مقبلون على شهر عظيم، كيف لنا أن نستقبل هذا الشهر وهذا الضيف الكريم وفي قلوبنا شيء من غل أو حقد أو حسد أو كراهية؟ كيف لنا أن نستقبل هذا الشهر وبيننا تدابر وتقاطع وشحناء؟ فلا يصح أن نستقبل هذا الضيف الكريم الذي أكرمنا الله عز وجل به بهيك قلوب، بهيك نفوس. ولقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان؟ فقال رضي الله عنه: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال، أي هلال رمضان، وفي قلبه شيء من حقد على أخيه المسلم، لو شيء بسيط. فهذه الأيام قبيل شهر رمضان هي فرصة لنا جميعا لأن نتصافى، لأن نتصالح، لأن نتغاضى عن زلات بعضنا البعض، لأن نتزاور، ولأن نفشي السلام بيننا، ولأن نفشي السلام بيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شوف، من علامات الإيمان إنك تحب أخوك المؤمن، كن في محبة بينك وبينه. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا
فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، كونوا بل تأسوا بأخلاق نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوذي وعودي وضرب وشتم من أقرب الناس له، من عموميته وأقاربه، لكنه لم ينتقم لنفسه، لم ينتقم لنفسه، فكان أحسن الناس وأطيب الناس قلباً وأصفاهم سريرة، وهو ينزف دما كان يدعو لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن قبله يوسف عليه السلام الذي كاد له إخوته وفعلوا معه ما فعلوا ولم ينتقم منهم، وكان باستطاعته أن ينتقم، لكنه وفى لهم الكيل وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تأسوا بمثل هؤلاء، فالعفو والصفح ليس ضعف بل هو شجاعة وبطولة لا يستطيعه إلا الكبار، إلا العظماء، إلا من عنده قوة وجرأة وشجاعة، بل الذي يدفع صاحبه إلى أن يعفو وأن يصفح هو الإيمان. إذا في عندك إيمان، إذا في عندك دين، هذا يدفعك أنك أنت صالح وتسامح وتغفر. عباد الله، يروى أن معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير كان بينهما خلاف، ومعاوية كان هو الخليفة، ومقر الخلافة يومها كان في دمشق، فكان لمعاوية بن أبي سفيان في المدينة المنورة مزرعة إلى جانب مزرعة عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ما بيعرفه هو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر اللي لقبت بذات النطاقين. ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان، أبو أبو سفيان، وأمه هند بنت عتبة التي أكلت كبد حمزة لكنها بعد ذلك أسلمت. فشو اللي صار؟ قال: فاعتدى عمال مزرعة معاوية على عمال مزرعة الله بن الزبير وأفسدوا فيها، فهذا الأمر أغضب عبد الله بن الزبير وكتب رسالة بلهجة قوية إلى معاوية يقول له فيها: من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله ابن ذات النطاقين إلى معاوية ابن هند، في تهكم، إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد، أما بعد فإن عمال مزرعتك اعتدوا على عمال مزرعتي وأفسدوا فيها، فإن لم تصرفهم عنها يكون بيني وبينك شأن عظيم وأمر عظيم. إذا الرسالة فيها شيء من التهديد. فوصلت هذه الرسالة إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان في مجلس معاوية ابنه يزيد، فقرأ معاوية هذه الرسالة على مسامع يزيد. بعد ما قرأها بقول لمعاوية ابنه: ما رأيه؟ قال له: شو بتستنى؟ أرسل له جيشا يكون أول عنده
وآخره عندك نأتيك برأسه. شو بتستنى بعد؟ وبهددك. فماذا فعل معاوية؟ قلب معاوية الخطاب، غير اللهجة، وكتب من معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين: أما بعد. قال: شو كتب له؟ فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لوهبتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى دمشق لدفعتها إليك. لو إن الدنيا بيني وبينك إلي وإلك كان سمحتك فيها كلها، ولو المزرعة تاعتي من المدينة إلى دمشق بعطيك إياها كلياتها. قال: فإذا وصلك كتابي هذا فضم عمالي إلى عمالك ومزرعتي إلى مزرعتك، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. والسلام. لما وصلت هذه الرسالة إلى عبد الله بن الزبير قرأها وأخذ يبكي وبللها بالدموع، ثم ركب بعد ذلك ناقته وسافر إلى دمشق وقبل رأس معاوية وقال: لا أعدمك الله حلما، لا أعدمك الله حلما أن أحلك هذه المنزلة من قريش. فيزيد بن معاوية شايف هذا المنظر بقول له: أبوه شو رأيك؟ فيزيد ساكت. فقال معاوية لابنه يزيد: يا بني، من عفا ساد، من عفا ساد. اللي بيعفي عن الناس الله عز وجل يرفع من مقامه، الله عز وجل يقذف محبته في قلوب الناس. معاوية رضي الله عنه أراد أن يبين أن هذه الدنيا ما بتساوي شيء، ما بتسوى شيء، حتى نتقاتل عشانها، حتى نتقاتل عشان كم متر أرض، ما بتسوى شيء حتى أنا من أجل أن أخسر، عشان أخسر أخي أو أحد من أقاربي. هذه الدنيا راحلة، الدنيا راحلة مش باقي ولا لواحد، فانية زائلة. قال: وعاشر بمعروف، وعاشر بمعروف فإنك راحل، واترك قلوب الناس نحوك صافية، واذكر من الإحسان كل صغيرة، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، الله تعالى لا تخفى عليه خافية. فالعفو والصفح هو من شيم العظماء، من شيم الكبار، وليس ضعفا. فاعفوا واصفحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، عباد الله، فنقاء القلوب وصفاء السريرة هذا الذي نحتاجه، وهذا الذي لا بد أن نجاهد أنفسنا لنبلغه. فهذه القلوب تتأثر بالكلام سلبا أو إيجابا، فإذا كان الكلام طيب وحسن تنشرح له هذه القلوب وتنشرح له الصدور،
وإذا كان الكلام سيئا وفي يقين قال ينزعج له القلب وتنقبض له الصدور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخبروه عن أحد من أصحابه شيئا، نهاهم عن ذلك، قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. فلازم الإنسان يكون مفتاح للخير، محضر خير، يسعى للصلح بين الناس، مش ينقل الكلام، مش يزيد على النار بنزين. طوبى لمن كان مفتاحا للخير وويل لمن كان مفتاحا للشر. فكونوا على الخير أعوانا. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وخير يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.